ما كانش فيه تعاون بين عناصر الفريق. تمام. عندنا بعد المباراه طبعا في مجموعه من جماهير نادي الزمالك اللي كانت حاضره المباراه في ملعب بيتروسبورغ قامت وهاجمت كابتن جهاد جريشه حكم اللقاء والقت عليه مجموعه من الزجاجات الفارغه. كمان برضه هاجمت لعيبه الزمالك وقالت لعيبه عاله عايزين رجاله، ومحمد ابراهيم اشترك مع احد المشجعين لان المشجع بيحمل محمد ابراهيم خساره المباراه. محمد ابراهيم كان لعيب بديل ونزل في جزء بسيط جدا من المباراه، فما اعرفش هو المشجع ده بيحمل محمد ابراهيم الخساره ليه. محمد ابراهيم فمحمد ابراهيم اشترك معاه لفظيا يعني. تمام. عندنا بقى فال بيعتبره رئيس نادي الزمالك ان هو فال سيء، هو علق عليه بعد ما خرج خالص من ملعب بيتروسبورغ. النهارده الحافله بتاعت نادي الزمالك اللي المفروض هتنقل الفريق من الفندق الاقامه لملعب بيتروسبورغ اتعطلت عند الفندق، فاضطر الجهاز الاداري ان هو يطلب اتوبيس ثاني ينقل اللعيبه. فريق نادي الزمالك شايف ان ده بوادر سحر وشعوذه والمثال سيء، وان المباراه اليوم بدأ من اوله على حسب تعبيره. عندنا مستر جروس كان قبل المباراه